نختم اخبارنا الحصريه مع محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك. وضعت بعض الانديه عينها على محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الاولمبي ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الصيف المقبل، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب عن اهتمام انديه امبي وسموحه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل. ولكن ينتظر مسؤولي الناديين موقف الزمالك النهائي من اللاعب بالنسبه لبقائه او رحيله في الموسم الجديد، كما تترقى طبعا الانديه موقف اداره الزمالك بان رفضها اعاره لاعبيها والتمسك بالبيع النهائي، وهو ما قد يكون عقبه في طريق تعاقد الانديه مع اللاعب، خاصه ان الزمالك لن يفرط في محمد عبد السلام نهائيا لصغر سنه ومشاركته ايضا مع المنتخب الاولمبي في الفتره الاخيره، وايضا متوقع ان هو يشارك في طوكيو 2021.